ومن زعم من المنافقين أن الإسلام قد جاء بحرية العقيدة أو قد قرر حرية المعتقد فقد أعظم على الله الفرية. وما أكثر هؤلاء أذناب العلمانية عندنا في السودان، منهم من هلك ومنهم من بقي ممن ارتضوا أن يكونوا خدما للعلمانية وجندا من جنودها، عاملهم الله تبارك وتعالى بعدله، وهم كثر ويتكلمون باسم الإسلام ويلبسون الحق بالباطل ويزعمون أن الإسلام جاء بحرية الاعتقاد. فقد سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وبارك في علمه، هل الإسلام يقرر حرية الاعتقاد؟ أو سؤال من هذا القبيل، فأسوق جوابه بتصرف يسير. قال رحمه الله حفظه الله: هذا كذب على الله عز وجل. الإسلام لم يأتي بحرية الاعتقاد، الإسلام جاء بمنع الشرك والكفر وقتال المشركين، ولو كان جاء بحرية الاعتقاد لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب، وما احتاج الناس إلى جهاد وقتال في سبيل الله، وليس الأمر كذلك. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال كلا يتبع هواه، وإنما قال ليعبدون. وقد قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فالإسلام ما جاء بحرية الاعتقاد الكافرة، وإلا لماذا يبعث الله الرسل وينزل الكتب ويشرع الجهاد ويوجب الحدود والعقوبات؟ ما هذا إلا لحماية الناس من العقائد الباطلة والآراء الفاسدة. ثم لديهم بعض الشبهات التي روجوها في أوساط المسلمين، أشير إلى أظهرها وإلى أكثرها انتشارا، منها استدلالهم بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وما جاء في معناها من الآيات. فيقال: الذي قال لا إكراه في الدين قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلماذا تأخذ آية وتترك الآيات الأخرى؟ ثم إن قوله جل وعلا لا إكراه في الدين ليس معناه حرية الرأي، ولكن معناه أننا لا نقدر أن نجبر أحداً على أن يدخل الدين في قلبه، هذا لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، في تفسير القرآن العظيم يقول تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به، فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولهذا قال تعالى: أفأنت تكره الناس، أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين. ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس، وهو الخبال والضلال، على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك، في هداية من هدى وإضلال من ضل. وقال تعالى، انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهداية القلوب بيد الله، ولا تحصل بالإكراه، وإنما تحصل بالاختيار.
لكن نحن نجاهد الكفار والمشركين، أمرنا بذلك، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونعاقب من ترك هذا الدين. أما أنه يهتدي بقلبه فهذا ملك الله لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى.